في مقابله جريت ثانوياك عيط لك في التليفون قلت لي بلي كاين جوج مراحل مازال ما تاكدتش منهم اكادير ومراكش واش عندك شي فيزيبيليتي على هذا المشروع وتاكدات ولا مازال درنا اكادير ومراكش ولكن دازت اكادير داز سيربريز ما كناش طاربين ليها بالحساب لعبنا في الجزاويه واحد الميني كونسير داز في واحد القنت اللي ما مديوش باش يهز بنادم بزاف سكيفي فاش تخشيت فيه وتماك في اكادير راه عمرات ليهم لاسين ما داك القنت ما مديورش لديك الشيء يعني فاش جا بنادم راه تخلعنا جلسناهم صحا كلشي جلس حيت الا 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 وقفناهم ما سالات رابط الحفله سكيفي كاع اللي دخل لقى الشرط الوحيد هو يجلس ما ينوضش صافي لعبنا لايف هكا ميني لايف داز واعر في اسمه عليه في اكادير في داك الجزاويه مي سينو مراكش غير كنا دو باساج درنا اون ريونيون دفون دي لي زارتيكل ديالنا دو باساج وصافي فوالا مي ان شاء الله كنشوف كيفاش نرجعوا لمراكش ونلعبوا باسكو مساكن الناس ديال مراكش طلبوها زعما بغاو شي لايف يطرى تماك نجيب معايا الادغار ريكورس ونطلعوا تما نرونوا ان شاء الله نفس التتبع ديال نفس السؤال عندك مراحل وحده اخرى عندك دي بروجي لهذا العام هذا سواء دي كونسير ولا اعمال فنيه وحده اخرى تخرجها اعمال فنيه انا اول عندي الميكس تايب خصني نخرجها ولا بدا درت مع بنادم غادي نخرجها دونك هذا هو العام اللي خاصها تخرج ان شاء الله نحاول نخرجها قبل من الصيف سميتها الماده الخام ديالي انونسيت هذا دم وقت راحتي فيها دابا صافي ان شاء الله ساليت اللي هو مهم كنت بغيت نخرج هاد لا مارك ديال الحوايج ديالي الحمد لله خرجات سارينا بشويه بعناها ان بو بارتو دابا حيت عليا الدرسه فهمتيني دابا اللي بقى ان غادي نمشي غادي نسد عليا في الاستوديو فهمتيني حيت عليا داكشي ديال الوراق وتما راه طلع ونزل ورصيت مع لي زوزين بوغ فيغ ان طرافاي ديال فهذا في الكلوتين في الحوايج فوالا دونك سكي غاز دابا سي الموسيقى يعني حيت اللي هو قبل من الصيف ان شاء الله تنتمنى نسالي هذا الميكس تيب هذه سينو في وسط الصيف على بجوج غتخرج الماده الخام ان شاء الله. سؤال بعيد شي شويه على المشاريع الفنيه ولكن قريب شي شويه الا تعرض عليك اليوم سيبوزون دير فيتورين مع واحد رابور مغربي ورابور اجنبي شكون غادي يكون في جوج الفئات؟ زعما الا انا تقترح حاليا نلعب مع ان رابور مغربي ما عرفت ما نقول لك حقيقه حيت كاين اللي تعجبوني كاين عندي كاع اللي كيعجبوني عندي لاكور ديالهم دو برينسيپ يعني نقول لك فات ميزو قلت ما بغيت غنقدر نلعب معاه فهمتيني شكون من غيره كاين ناسيو تعجبني ولد مراكش حتى هو وقت ما هذا راه حتى هو اتفقنا اصلا باش نديروا شي حاجه هادو في لي رابور مغاربه اللي كيجيني سينو القدام راه صحابي كاملين فهمتي هز التليفون تعيط ديك الوقيته نحماقو كيما بغينا الجداد هما هادو اللي تيبانوا ليا في الجداد لا نوفيل جينيراسيون جيم بيان فات ميزو جيم بيان نسيو في لي رابور فرونسي اللي كيعجبني اوريسان اوريسان جيم بيان اي لي تري اوريجينال اي ني با كو اي لي تري اوريجينال فهمتيني جادور سكي فيه سؤال على حموكن حموكن تقدر تعطينا وصف ديال حموكن انسان حموكني كيفاش انسان حموكن هو انسان ناقص وعي انسان ما فاهمش انسان مسكين ما قراوهش ما فاهموهش مكلخ فهمتيني حموكن تيدرم ما تيعرفش ما تيحتارمش الصف مثلا ما فهمتيني ما حموكن عطاك مثلا واحد الوصف ديال حموكن مزيان هو اللي كيهبط من الطوموبيله لابس كوستيم وتيلوح قاعد في الارض هذا بالنسبه ليا حموكن كتعجبني في الكوستيم ولكن فاش كتلوح قاعد في الارض غير حيد داك الكوستيم وجلوقها احسن فهمتيني انا هذا حتى هو كنحسبه مع حموكن حموكن هو واحد الانسان ناقص وعي ولا كيقطع مثلا وسط الشانطي والممر ديال الراجلين يحداه حتى هذا تصرف حموكني عجيب حموكن كلمة جمع ولا كاين فرد ديال حموكن انسان حموكني ولا نقدروا نلقاو نقدروا نسميهم الحماكنة مثلا حموكن حماكنة الحماكنة عجيب كلمة أخرى أخيرا ميلتي ولا فريستايل للناس اللي تقراو عليك فريستايل راه ما بقاش هاد الحلقة دابا يقدر مازال يبدع شي فريستايل كلمة أخرى هي مرحبا بميلتي في المغرب كامل سمعت بينا سيتي لي تو نوفو في المغرب قديم في جوايه اخرى وجديد في المغرب جيسبيغ ان شاء الله يتعرف في المغرب كامل باسكو داي ديجا وما كيتبعوك فين ما مشينا واحد الحاجه اللي ما شتهاش دونك تنتمنى تبعو بزاف ديال لي زارتيست بنفس الطريقه وهذا الشيء راه خاصنا في المغرب وشكرا يتوب عليك لاز